واحد بيقول انا شاب عمري 21 سنة اريد ان اصبح راهب ولا اريد ان ابقى في العالم لحظة واحدة، فهل احتاج الى كلية اكليريكية ام لا؟ وهل يوجد اي مانع عند اباء ورؤساء الاديرة؟ اريد من فضلك توضيح ما يجب اتباعه للرهبان. ما دام عمرك 21 سنة شوف اولا، هل انت هارب من مسؤولية ولا انت زاهد في الدنيا؟ هل انت ساقط في امتحاناتك ولا ناجح؟ ما هو جايز واحد كل ما يسقط في امتحاناته يقول اروح اترحب، يروح اترحب انه يسقط في هناك برضه. وفي امتحانات بس مش غير بتاعت المدرسة. هل انت معافى من الجيش ولا لا؟ هل عيلتك محتاجة لك ولا لا؟ هل انت تعودت الصلاة ولا مش متعود؟ هل انت من النوع اللي بيقدر ولا لا؟ لانك لو كنت من النوع اللي بيقدر هتروح في الرهبنة وتبقى برضه في الرهبنة. وشاور قد اعترافك، وشاور قد اعترافك، وانت مش محتاج لكلية اكليريكية لكن محتاج للزهد عن العالم. وانصحك اقرا كتاب انطلاق الروح، في حاجات كثيرة تنفعك في الموضوع ده. اما الجزء الاخير، هل يوجد اي مانع عند رؤساء الاديرة؟ معرفش، هتروح تعرض نفسك عليهم وهم يقولوا لك تنفع ولا ما تنفعش.